عندك مشكل في الكونيكسيون ديالك كنتي خدام بها حتى ولات ثقيله، اولا كنتي خدام بالكونيكسيون ديالك كانت 4 جي خفيفه حتى شويه هي الثقل ولات اش بليس اولا 3 جي. عندي لكم واحد التطبيق اليوم غادي يسرع لك الكونيكسيون ديالك، تبع معايا. السلام عليكم الخوت، اليوم ان شاء الله الابليكاسيون ديالنا هي هذه الاخوان، ها هي الواجهه ديالها، هي ديال كاينه في بلاي ستور. بالنسبه لهذه الابليكاسيون كتجعلك ان الكونيكسيون الا كانت ثقيله عندك كتولي خفيفه. نقول لكم الطريقه باش تعرفوا كيفاش تخدموها. كتانستاليها راه ما فيها والو بلاي ستور، كدير فورس ال تي او 4 جي 5 جي هي هذه، كتانستاليها. الواجهه ديالها هي هذه، شو تشارجا اكثر من 10 مليون ديال الناس، كدير لها اوفغيغ، كتعطي الصلاحيات راه معروفه. بالنسبه للاخوان بعض المرات شوفوا على حساب الفيرسو ديالك ولا تليفون، فهاد الاولى والثانيه كاين اللي غتدخل ليه في الاولى دخلت مرحبا ماشي مشكل، ما دخلتش كتدخل الثانيه، وكذلك العكس كتبغي مع المرات تدخل في الاولى ولا الثانيه. شوفوا نتوما اللي دخلت لكم، انا كتدخل ليا في الثانيه، الاولى ما كتبغيش ولكن الثانيه ماشي مشكل كتدخل ليا. هنا كتعطيك هاد الواجهه هادي كتهبط كتمشي لهنايا لهادي، كتمشي ليها كتورك على كتقلب على ال تي او اونلي هي هادي، كتمشي كتورك عليها. ملي كتورك عليها الاخوان كتولي كونيكسيون طياره، كتولي 4 جي، اذا كانت 3 جي اش بليس ولا 3 جي كتولي 4 جي الاخوان. ولكن واحد الحاجه نقولها لكم، راه ما يمكنش لك دوز لا ابيل لا يوصلك لا ابيل. كنتي مكونيكتي مثلا ولات الكونيكسيون ثقيله خدمها، سالي الغرض ديالك على الكونيكسيون وحيد هذيك اللعيبه. ملي تبغي تحيدها الاخوان غنوريكم، كتمشي لهنا جي اس ام، هذه اللعيبه هذه ال تي او بي ار ال، كتمشي كتورك عليها وكتولي كترجع داك الشيء عادي، كيولي لابيل يوصلك وتتا تسوني على شي واحد. ملي كدير هذه اللي قلت لكم في الاول راه ما كيمكن لك لا تصوني على شي واحد لا يصونيو عليك. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، بارطاجي مع صاحبك كيف العاده ما كاينش الغلط.